مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة نيل أخبار، حركة تدفق كبيرة لشاحنات المساعدات الإنسانية عبر هذه البوابة التي تدخل إلى منفذي كرم أبو سالم ومنفذي العوجة من هنا من معبر رفح الحدودي بالتماس مع قطاع غزة واستمرار لتدفق المساعدات الإنسانية، حيث مر ما يقرب من 120 شاحنة من منفذ كرم أبو سالم و80 شاحنة من منفذ العوجة، بالإضافة إلى مرور 4 شاحنات للسولار. نتحدث أيضا عن استمرار الجهود المصرية على مستوى يمكن داخل قطاع غزة ذاته من خلال إدخال وجبات من الإفطار الطازجة ووجبات من السحور الطازجة طيلة شهر رمضان المبارك، من خلال وجود مطبخ إنساني ضخم في منطقة الشيخ زويد والتي تبعد يعني عدد بسيط من الكيلومترات عن هذا المعبر الحدودي أو هذا الجسر البري الذي يربط بين مصر وبين قطاع غزة، وبالإضافة إلى إمداد القطاع بسلات غذائية على مدار اليوم وإمداد طبعا مخيمات النازحين بهذه الوجبات الطازجة بشكل يومي. أيضا معبر رفح يستقبل عدد من الجرحى والمصابين من خلال سيارات الأسعاف المتواجدة في محيط هذا المعبر، ومن ثم أيضا المرافقين وتوزيعهم على كافة المستشفيات وفقا لحالتهم الصحية. هناك اصطفاف أيضا كبير لعدد من شاحنات المساعدات الإنسانية التي تنتظر الدخول، وهو ما فسره طبعا الأمين العام للأمم المتحدة عندما قال أن هناك آلاف الشاحنات المكتظة بال المواد الغذائية وهناك ملايين المواطنين الذين ينتظرون هذه الشاحنات وهذه المواد الغذائية، ولكن تبقى العراقيل من جانب إسرائيل التي تحول دون وصول مثل هذه المساعدات إلى أهل قطاع غزة.